معلومة في دقيقة يا شباب. اليوم معلومتنا مع الجميلة وجدان محمد. نتابع. يعتبر الرز في مجتمعنا شيء أساسي، مع الأطباق الرئيسية، مع الإدامات، نسوي فيه كبسات إلى آخره، وكلنا ما ننكر أنه نحبه ونحبه بطرق كثيرة. أول حاجة حنصحكم بنصايح عشان الرز يطلع معاكم لذيذ جداً. بداية لازم نغسل الرز جيدا مرة، نستخدم نوع رز جودته تكون ممتازة، كمية الموية حسب نوع الرز، إذا حتسوي رز مصري كمية الموية غير عن الرز السعودي، كمية الموية غير عن الرز أبو حبة قصيرة. طيب، في أخطاء ممكن تصير معانا تخرب الطبخة تماما، زي مثلا لو انحرق الرز علي إيش ممكن أسوي؟ على طول أقفل النار بشكل سريع، أنقل الرز اللي مو محروق في قدر جديد وأحط على شرايح بطاطس، حتمتص كل طعم الحرق. الشيء الثاني اللي ممكن أنساه الملح، ممكن أحط الرز في الموية وأنسى الملح. طب إيش أسوي ساعتها؟ على طول أحط الملح في موية أدوبه وبعدها أضيفه على الرز. الشيء الثالث اللي مرة مهم إنه لما أبغى أسوي مثلا كبسة أو أي شيء في الرز، أحاول أني أسوي الصلصة والموية والبهارات كلهم أدوبهم بعدين أضيفهم على الرز عشان ما يبدأ يستوى وأنا جالسة بضيف. وبالعافية على قلوبكم. وبعد الفاصل، شام الغامدي تتحدث عن تجربتها في تحكيم كرة القدم. انتظرونا.